سفانة ومروءة النبي. كانت سفانة بنت حاتم الطائي من ضمن السبي، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه، وكانت امرأة جزلة أي فصيحة المنطق، فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله؟ قالت: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني حتى مر بي ثلاثة، فأشار إلي رجل من خلفه أن قومي فكلميه، فقمت فقلت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال: قد فعلت، فلا تعجلي حتى تجدي ثقة يبلغك بلادك، ثم آذنيني. وأقامت سفانة حتى قدم رهط من قومها ممن تثق بهم، فاستأذنت من رسول الله فكساها ومنحها راحلة تقلها وأعطاها نفقة تكفيها، وأسلمت وخرجت إلى الشام، وكانت سببا في إسلام أخيها وقومها. إنها أخلاق ومروءة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. وبهذا نتعامل بإسلامنا، يرى مطبقا في سلوكنا، نعرضه على العالمين. ذلك الدين القيم. Thank you.